حضرتك كان في موضوع عايز احكي لحضرتك برضه تدينا فتوى فيه حضرتك. اتفضل يا اخي. كان خال مراتي ماشي متجوز واحدة ومعاه منها 4 عيال. فدلوقتي كان حصل له حادثة قطر وحصل له بتر في رجليه الاتنين. فقعدت معاه يجي 5 سنين مستحملاه يعني وكده، وبعدين قلبت عليه مرة واحدة وقعدت تقول له موت نفسك واعمل وسوي والكلام ده كله. يعني قالت انتحر يعني. اتكرهوا في الدنيا عشان ينتحر. بعد ما خدت من وراه كل حاجه ومضته على كل حاجه وكلام من ده، اتفاجئ ان هو اتجوزت واحده، اتجوزت واحد تاني وطلقته بالتوكيل اللي معاها. طلقت مين؟ طلقت زوجها اللي هو التعبان المريض. اللي هو المريض، ورمته في الشارع. فايه ايه الحل اللي هو فيه؟ هو بقى دلوقتي يعني مقتنع بكلامها ان هو ينتحر وكلام من ده، فاحنا بنقول له ما ينفعش. هو بيقول لك كل الشيوخ بيقولوا لي انتحر، انت مالكش لازمه في الدنيا، انت زي ما هي بتقول لك ده كلامها صح. فبقول له لا الكلام ده غلط. هو مش مقتنع بالكلام ده، فايه الحل معاه؟ حاضر يا اخي، اشكرك. عندك سؤال تاني؟ لا حضرتك شكرا يا جزيلا يا محمد. طبعا الراجل عمل حادثة يا جماعة، وبعدين زوجة سابته دلوقتي خدمته شوية وبعدين سابته وقالت له روح انتحر أحسن. طبعا يعني حرام عليها، يعني المفروض إن هي تقف جنب زوجها، المفروض إن الست تقف جنب جوزها في السراء وفي الضراء وتساعده. وخدوا بالكم يعني أنا حكيت لكم قبل كده أكيد طبعا قصة نعسة أو زوجة أيوب، زي ما احنا حضرتك عارفين قصتها اللي ربنا ذكرها قصتها في القرآن وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. شوفوا ازاي وقفت جنب جوزها سنوات طويلة جدا وبعد ضفيرها وطبعا أو وطبعا وقفت جنبه، كان اسمها طبعا رحمة، وبعض الروايات الشعبية بتقول انها نعسة، أيا كان الاسم يعني ما بقتش مشكلة. المشكلة انها كزوجة وقفت بجوار زوجها وساعدته وتعبت معاه جدا حتى جاءه الفرج من الله سبحانه وتعالى. وقعد سيدنا ايوب سنوات طويله جدا، والزوجه دي في الاخر جاءهما الفرج من الله سبحانه وتعالى بعد ما سيدنا ايوب دعا ربنا سبحانه وتعالى. طبعا انا بقول للزوج عليك ان تدعو الله سبحانه وتعالى كثيرا، ادعي كده بدعاء سيدنا ايوب، قل له مسني الضر وانت ارحم الراحمين. وانا واثق ان ربنا هيكشف عنك ان شاء الله وهيشفيك ويعافيك، لان ربنا رحمته وسعت كل شيء.